اليوم نحيي ذكرى العيد العالمي للعمال وفي شكل احتجاج على الكلام اللي قلته، احتجاج على أنه العلاقة بين الاتحاد في ذمه الممثل المنظمة، علاقة المنظمة بالسلطة التنفيذية القائمة اليوم فعلا قلت في أسوأ حالتها. اليوم هناك قطعة تقريبا بين المكتب التنفيذي الوطني والسلطة التنفيذية، وهذا ينعكس سلبا بالطبع على بقية الهيكل القطاعية على مستوى القطاعات، وهيكل على مستوى الجهات في علاقتها بالسلطة الجهوية وفي علاقتها بالسلطة الإشراف على مستوى القطاعات. وقت اللي الناس عندها تهابط راجع على المحاكم، وقت اللي الناس محطوطة في الحبس، وقت الناس موقف على العمل بتاعها لمجرد موقف، وقت الواحد يحتج على الجيل شهريته لما تحتاجش إلى بريابي دقريب بتاع 10 أيام، وقت الواحد شهريته ما تصبش فلوس صغار وبشعاي صغار ولا ينجم يحتاج، مجرد احتجاج في وزارة يأخذ 4 شهور حبس، هذه ما سرتش تاريخ تونس، ما سرت تعطوني اللحن طالب شهريته ودسبوا لي شهريتي نهار 30 ديسمبر مش يحتاج، والوزير جلس معاهم في القاعة من بعد يتعدوا للمحكمة نمشي للقضاء بلهز القضاء. اليوم لأن قاموا بضرب كي نأخذ 280 عائلة بتاع تنزيوت وروت متعاقدين، شنو مشكلتهم؟ شنو ذنبك معاهم؟ لأنهم منخرطين في الاتحاد، ثم سبب أخرى، لأنه هم فيهم الأضرب وفيهم الأضرب يبرر واضرب، معناتها كي اضرب يمشي تنهي له، خاطر عندك الكونترا في ذيك انت تنهي له العقد تجاوع عباد، هذا ضرب الحق النقابي، وهذا مشكله التضييق على المنظمه. اذا كانوا ولين انه تركيع المنظمه ما تركعش مهما كان الوضع، وما عندهاش الهياكل النقابيه، ما عندهاش مشكل، مرت المنظمه مرت بالازمات وازمات متعدده مرت بها ومتنوعه، ومستعده هياكل الاتحاد عليه ان تعيش ازمه، اما باش تركع لولا سبيل الله باش المنظمه تركع وتقنع لاراده السلطه التنفيذيه كيفاش تحب تكونها وكيفاش تحبها. كي نقولوا منظمه مستهدفه مش نتبلوا حتى لحد. وكي نقولوا ضرب الحق النقابي وانتهاك الحق النقابي مش نتبلوا حتى لحد. هذا واقع ملموس قدامنا. وقت اللي في التاريخ بالقانون لما تصدر برقيه اضراب هناك جلسه صلحيه. وقت التعليم الالي خرج برقيه اضراب في قانونها في اجالها واكثر من اجالها. وما يوقع استدعاهم ما عيطلهمش حتى المجرد جلسة ما هاتش مات برا اضرب وهنا استخفيف بالقطاعات.